مشاهدينا اليوم إن شاء الله في حلقة اليوم بنتعرف على جائزة قرارها الأول والأخير بيد المستهلكين أنا وأنتو عشان نختار هذا المنتج ويكون منتج لعام كامل يتم اختياره من قبلنا. إذا حبيت تعرفون على تفاصيل هذه الجائزة تابعونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل عام تجتمع كبرى الأسماء المرموقة في منطقة الخليج معا تحت سقف واحد لتكريم المنتجات الأكثر ابتكارا ضمن جوائز منتج العام، واللي تكرم الابتكار في قطاع السلع سريعة الاستهلاك، وأيضا تتيح للعملاء التصويت واختيار الفائزين بأنفسهم. الجائزة اشتهرت عالميا بدورها في إبراز وتكريم الابتكار، وأكدت شعبيتها ومكانتها المتميزة من خلال مشاركة عدد كبير من الشركات في تطبيق نماذج الأعمال المبتكرة في سعيها للفوز باللقب المرموق والحفاظ على ريادتها في قطاعاتها. بنتكلم أكثر مشاهدينا حول هذه الجائزة مع ضيفتي في الاستديو كارلا الصغير، هي المدير الإقليمي في الخليج لجائزة منتج العام بالشرق الأوسط. مساء الخير سيدة كارلا. مساء الخير سامي. حياك الله معنا. وأيضا نبارك لكل الشركات اللي شاركت معكم في هذه الجائزة بالنسبة لهذه الدورة وحازت اللقب مؤخرا ضمن حفل تكريم تم إقامته وتنظيمه في دبي. نعطي الناس فكرة أكثر عن هذا أو عن هذه الجائزة وكيف يتم فيها عدد كبير من الشركات أنها تشارك فيها وتخول نفسها للحصول على هذا اللقب. أوكي. أول شيء جائزة منتج العام هي جائزة مرموقة وعالمية يلي بتكرس التكريم بمجال السلع الاستهلاكية، وهي بتحدد يعني خصيصا الابتكار بمجال المنتجات، ابتكار المنتجات. هي كمان صوت المستهلك، يعني لجنة الحكم الوحيدة يلي بتقرر عن مين رح يكون بده يكون عنده لقب منتج العام هو من المستهلك جاي، يعني ما في لجنة تحكيم تانية خاصة هي بتقرر مين بيحمل هيدا اللقب. يعني أنا وأنت والمتابع صح. هو اللي قرر. صح، هو المستهلك يلي بيقرر مين أفضل شامبو أو مين أفضل منتج في السوق. يعني في فئات عديدة بتتغير من سنة لغيرها، بس يعني حسب حركة السوق وشو صار في ابتكارات وشو صار في تجديد منتجات جديدة فيكون نعم. تجديد بشكل المنتج أو بتركيبته أو بالتكنولوجيا تبعه أو فيكون عطر جديد أو طبخة جديدة، يعني أي شيء صغير تغير أو كبير تغير بالمنتج بأهل الشركات أنه تشارك بالمنافسة. نعم، كل سنة عندكم جائزة، ولو تكلمنا عن مرحلة التحضير، مرحلة مخاطبة الشركات لا. للمشاركة، مرحلة استبيان، عمل استبيان ولأخذ طبعا آراء الناس أو المستهلك، كل هذه المدة كم تأخذ منكم من الوقت لحد ما نوصل اليوم الختامي وإعلان الجوائز؟ هي هذه المرحلة طويلة، يعني بتاخذ شي 6 شهور شغل من جهتنا. أول مرحلة منروح ومنحكي مع كل الشركات العالمية والإقليمية يلي موجودة بمنطقة دول الخليج، ويلي نحن كمان شفنا أنه عندها تحرك بالسوق، لأنه نحن دايماً مننزل على السوق ومنشوف شو في شي جديد وشو في أعلانات جديدة، وبناء على هالأساس منروح ومنحكي معهم ومنقول لهم أنه شو رأيكم تشاركوا بالمنافسة وتعرفوا عن حالكم للمستهلكين، وخليهم هن يصوتوا لإلكم أو لغيركم حسب يعني مين بيطلع له أكبر عدد أصوات. بقى هيدي المرحلة بتاخد وقت كتير، ونحن هلأ بلشناها، بلشنا نحكي مع كل الشركات. الدورة القادمة؟ نعم. تكلمتوا مع الشركات بالنسبة للدورة القادمة؟ للدورة القادمة يلي هي 2017 بلشنا هلأ نحكي معهم، وأكيد في كمان معلومات كتيرة على موقعنا الإلكتروني بتفسر كيف يتصلوا فينا، وكمان بيقدروا يسجلوا إلكترونيكيا المنتجات. يعني كتير العملية سهلة.
الجائزة هذه يمكن قبل سنة ونص أو سنتين يمكن صح. أنا نفس الشيء استضفتكم وتكلمنا عن المنتجات اللي فازت، وأنا شخصيا تعرفت على الجائزة من خلال اللقاء السابق. هل هذه الجائزة محصورة في منطقة الخليج ولا في كل منطقة يعني في العالم عندهم مكتب إقليمي يتم يعني التحضير لي التحضير لها، ولا بس هي للخليج؟ هلا نحن كمكتب دبي نحن يعني بنهتم بمنطقة الخليج، يعني ست دول مجلس التعاون، وعنا عملاء بيروحوا يعني بيشوفوا كل الشركات يعني يلي سواء كانت موجودة بالإمارات أو برات الإمارات بمنطقة الخليج نحن بنهتم فيها، بس عنا مكاتب إقليمية بكل العالم. نحن هلأ موجودين ب 42 دولة بالعالم، يعني بلشنا بفرنسا بسنة 1987 وانتشرنا بكل العالم، بأمريكا، بأفريقيا الجنوبية. هالسنة كان عنا توسع دولي، يعني انطلقنا بكوريا الجنوبية، انطلقنا بروسيا وبتونس كبلد عربي جديد، والسنة الجاية في كمان توسعات زيادة إن شاء الله. مثل ما ذكرنا أن يتم اختيار المنتج فقط عن طريق المستهلك من قبل يعمل استطلاع رأي لبعض الأفراد أو العوائل على مستوى منطقة الخليج. نتكلم عن هذه المرحلة شوي. هذه المرحلة كتير مهمة، لأنه نحن بنعطيها لشركة أبحاث عالمية اسمها تي ان اس، بنشتغل معها بمعظم دول العالم، ببريطانيا وبأفريقيا الجنوبية كمثل. هن يعني هيدا اختصاصهم انهم يعملوا دراسات على المستهلكين، ومن خلال تي ان اس هن بيعينوا عينة عائلات بالخليج. هلا عندنا 3600 عائلة مستهدفة بهيدا الاستطلاع الرأي، وبيقعدوا معهم مثل ما أنا قاعدة معيك وبيسألوهم أسئلة عن فئات بيستعملوها بشكل دائم. يعني إذا كانوا قاعدين مع الستات بيسألون عن مستحضرات التجميل، بيسألون عن يمكن الأطفال يمكن. نعم، منتجات للأطفال أو للبيت. إذا كانوا قاعدين مع الرجال نفس الشيء، وهن مهمتهم والهدف انه ياخذوا شريحه من ال يعني من الـ من المستهلكين يكونوا بيمثلوا كل فئات العمر، كل الدول والجنسيات كمان. في هذه الدوره تمت المنافسه بين كم عدد من الشركات؟ في عنا شركات كتيرة هالسنة، يعني الليستة طويلة كتيرة، بس عنا 29 فئة تحددت، يعني وكلها من شركات عالمية وكمان إقليمية. يعني عم نحكي أكبر الشركات بالعالم مثل يونيليفر، بايرزدورف، نابكو، مازولا، سافولا، يعني إلى آخره. وكل الليستة يعني موجودة على موقعنا الإلكتروني مشان المستهلكين يتعرفوا أكثر على الفائزين. كونك كارلا قريبة كثير من كل الدورات الخاصة بالجائزة، هل حسيتي في تأثير كبير بعد ما يحصل وتحصل الشركة على اللقب إنه أثر على عدد المبيعات عندهم؟ ولا ما عندك فكرة؟ هلا هون ما بعرف ليش بي بي بمنطقتنا كل شيء سر، يعني ما حدا بيخبرك بيعطيكي رقم او هيدا، بس انه اكبر معيار هو انه 90% من الشركات بترجع بتدخل بالمنافسه كل سنه سنه عن سنه. يعني نحن هلا صار لنا 4 سنين بمنطقه الخليج، ويعني عندنا زبونات وشركات وماركات بترجع بتفوت دائما، وبنعرف على الصعيد العالمي انه يعني شعارنا بخليهم يحسنوا مبيعاتهم، واهم شيء انه بخلي عمليه الشراء للمستهلكين اسهل، تكون اسهل. يعني وقت بتفوتي على متجر وعندك كثير يعني عروضات وفي كثير اشياء جديده متقدمه عم تتقدم للمستهلك، وقت بيشوفوا شعارنا على المنتج او حتى يعني بال وقت بيفوتوا بال بالسوبر ماركت بي بي
بيعرفوا انه هيدا انتخب من مستهلكين مثلهم، من العلامه الحمراء، من العلامه الحمراء موجوده مكتوب عليها منتج، انتخب منتج العام من المستهلك في الخليج، وبيكون في السنه كمان الجمعيه بيركز عليه نسمه. انا طبعا ما كنت اركز قبل، لكن بعد لقائي معكم ركز وحس فيه ثقة أكثر. نعم. صار في المنتج بمجرد أن خاض هذه المسابقة التنافسية، وصار سنة بعد سنة أيضا. نعم. يبدع في المنتج اللي يقدمه، إن كان في شكل الغلاف نفسه وحتى في تركيبة المنتج اللي يقدمه. صح صح، وهذا الشيء كتير مهم، لأنه الدراسة الاستقصائية هي بتعطي المصداقية للقب منتج العام. يعني حتى وقت بيشوفوا اللوجو تبعنا دايما مكتوب بناء على دراسة استقصائية من شركة تي ان اس على عينة 3600 مستهلك، وبتحدد كمان بأي فئة هن فازوا. وهذا الشيء يعني كتير مهم انه نكون بطريقة شفافية مع المستهلك. نعم. شكرا للسيدة كارلا الصغير المدير الإقليمي والمسؤولة أيضا عن هذه الجائزة لمنطقة الخليج منتج العام، لكل التفاصيل اللي ذكرتيها نشكر وجودك. ونروح الحين مع بعض الفاصل ولنعود إن شاء الله متابعين، مع السلامة.